أصدقاء طيبين متابعي سبارتاسيانسي وركشوب، مرحبا بكم مرة أخرى. وعمل ميداليات للمفاتيح من الخشب باستخدام منشار التخريم السكرولسو، وبعد ما اخترنا تصاميم الأسماء وقمنا بكتابتها على لوح من الخشب. وهذا اللوح يختلف هذه المرة بسبب تكونه من طبقات ووجود طبقة بلاستيك أيضا من ضمن هذه الطبقات. أولا نقوم بتثقيب المناطق الداخلية التي سوف نقوم بإزالتها، ونقوم بقصها. وقمت باستخدام شفرة المنشار الناعمة جدا، كما تلاحظون أن هذه الأجزاء الداخلية هي صغيرة جدا والكتابة متداخلة بعض الشيء، فكانت عملية القص أخذت وقتا. وبعد ما انتهينا من قص هذه الأجزاء الداخلية أصبحت بهذا الشكل، ثم سوف أقوم بقص الحدود الخارجية للميدالية. أي قص الإطار الذي يربط جميع الأحرف كما تلاحظون، ومن ثم أقوم بتنعيمها من الطرفين أو من جانبين بورق رمل ناعم جدا لكي لا يتم تخديش الميدالية، وإضافة هذا الثقب لوضع حلقة المفاتيح من خلاله. لنحصل على ميدالية صغيرة وجميلة للمفاتيح تحمل أسماء الأشخاص. أرجو أن قد نالت إعجابكم، وأشكر متابعتكم، وفي الختام تقبلوا تحياتي.